نادي الفلاحة المكتب المسير ديالو رسم واحد الاستراتيجية تقريبا مبنية على واحد 5 سنوات، وكيف ما عرفتي بأن 2015-2016 لعبنا النهاية، كنا لعبنا نهاية ديال كأس العرش والنهاية ديال البطولة، 2016-2017 لعبنا النهاية ديال البطولة القسم الوطني ممتاز السيدات، وكانت عندنا خسارة أمام شباب الريف الحسيمي. وهذا العام الحمد لله عندنا استراتيجية أخرى، ما يمكنش نادي الفلاحة ما يلعبش المقابلات النهائية، وبالتالي هيئنا الفريق وعززناه بلاعبات اجنبيات، كاين لاعبه من المنتخب الوطني ديال تونس، وجلبنا لاعبه امريكيه ولاعبه من الديار الالمانيه. تعاقدنا مع مدرب كف اللي السيد تهامي السنوني ومساعد ديالو السي بن حميد يونس، قصد تهيئ فريق نموذجي. الحمد لله تم اقحام عده لاعبات من شباب ديال المدرسه نادي الفلاحه، وهذه هي الميزه والقوه ديال نادي الفلاحه اللي تيتميز بها على باقي الانديه. عنده نواة، عنده مدرسة اللي تتكون في كل سنة شباب اللي تيعزز الفريق الأول ديال القسم الوطني سيدات. الحمد لله هاد السنة قحمنا كذلك واحد 7 فتيات اللي تيلعبوا في الشبان مع 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 الفريق ديال الكبيرات. وحنا هذا هو الاهداف ديالنا، ما يمكنش نجيو نلعبوا ادوار طلائع هكذاك بدون ما يكون عندك اهداف. اول الهدف الاول هو نلعبوا النهائيات، ولما لا الحصول على اللقب ديال البطوله او كاس العرش. هذا الشيء اللي تشوف جبنا لاعبات، وحنا ما يمكنش نرجعوا للوراء، هذه هي السياسه ديال المكتب المسير، ما يمكنش نرجعوا ما نلعبوش نهايه او الحصول على البطوله الوطنيه او كاس العرش. الحمد لله كاين غيرون على الفريق، كاين مساندين، كاين ممولين اللي عندنا معاهم تعاقدات. بالنسبه لنا المجلس البلدي حقا ما تنحصلوا حتى شي منحه من المجلس البلدي، لا المجلس الاقليمي لا المجلس الجهوي، فقط عندنا تنقتصروا على بعض الممول ديالنا اللي عندنا معاهم تعاقدات، وبعض الغيورين وبعض المستثمرين ديالنا في الجهه. نادي الفلاحه تيمثل مدينه قنيطره، لانه تيمثل المدينه، ما تيمثلش قطاع، تيلعب باسم مدينه قنيطره. تيمثل العصبه الوسط كذلك اللي تنتمي لها، هي العصبه ديال الرباط قنيطره سالا، وتيمثل المغرب. احنا كاين عندنا اهداف ديالنا، كان دعم حنا تنلعبوا، ما كانش دعم حنا تنلعبوا، هذا هو ما عنديش شي رساله زعما خاصه نوجهها، لان هاد الناس يعرفوا الفريق منذ سنوات، ماشي الفريق عاد ناض اليوم وتاسس ولا ناض تيلعب الكره السله، هذه تقريبا سنوات كثيره، ازيد من 10 سنوات حنا تنمارسوا، كنا تنمارسوا القسم الوطني الثالث، طلعنا القسم الوطني الثاني وبعد القسم الوطني الاول، والقسم ممتاز. هاد الناس راه ماشي الفريق، راه ناس. إذا كان شي حد بغى يساعد الفريق ولا يعاونني بانه فريق تيمثل المدينه مرحبا، ما كانش مساعدات مرحبا، حنا ما تنمدوا يدنا حتى لشي واحد. في بداية الموسم كان اتصال بيني وبين الرئيس ديال النادي، على اساس انني غادي نتولى المهام ديال قيادة فريق نادي الفلاحة، وتمت المسائل بلا بدون عناء بدون هذا. كان واحد الارضيه ديال التجاوب، لان فريق ديال نادي الفلاحه فريق مهيكل، عنده اداره في المستوى، وكنتمناو يكون الخير في المستقبل ان شاء الله. صديق واخ ومدرب، كنتشاركوا انا وياه بزاف ديال المسائل. ربما كانت واحد التجربه العام اللي فات مع اناث النادي القنيطري، هذا العام كتستمر هذه التجربه هذه بيني وبينهم، لان ما كنعتبروش بعضياتنا ان مدرب اول مدرب ثاني، انا بجوج كنشتغلوا في واحد الاطار ديال 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 الهدف الاول اللي عندنا هو لاميليوراسيون ديال الباجاج تكنيك تكتيك بالنسبه ليكيب فيمينين. سي تامي، نادي الفلاحه القنيطري اناث كل صراحه قام انتدابات وازنه، ولكن انا تنظن انتدابات جات شويه متاخره، واش هذا ما غيشكلش لكم عائق وسيرتو غتلعبوا الواجهتين البطوله والكاس؟ وبطبيعه الحال هو انه كان ذهاب الى شنا فريق الاناث في نادي الفلاحه ديال السنه اللي فاتت، انه ذهاب ديال خاصه اللاعبات المغربيات، مريم قديري كنظن اللي مشات للامل الصويره، ونوال عزي اللي مشات لفريق الجيش الملكي، والامريكيات اللي عاد حنايا عزنا الفريق ديالنا
وحده من المانيا وحده تونسيه وحده امريكيه. ومع الوقت حنايا لان ربما الهدف اللي ما باينش راه هو لا فورماسيون ديال هاد لي جون في باش نديروا واحد نكونوا واحد الاساس دي باز سوليد ديال نادي الفلاحه اللي خصو يعتمد على البنات ديال الفريق ديالو. سي تامي من خلال الجواب ديالك اكيد ان غيكون العقد اللي تيجمعك مع النادي هو بناء فريق للمستقبل، وهذا خير دليل ان التميس نوسي التجربه ديالو طويله في الميادين ديال كره السله وكذا، وهادي اكيد نترقبوا هنا واحد العام غيكون وقع فريق كويس ان شاء الله بحول الله، لان هذا هو الاساس. لان كنظن ان التعاقد في الاول اللي جاء اتفقنا عليه على اساس اننا نكونوا فريق ديال المستقبل ونبنيوا العمل ديالنا على البنات ديال نادي الفلاحه، لان كنظن في المستقبل البنات المغربيات هما اللي غادي يديروا الفرق. كنتمنوا التوفيق ان شاء الله بحال والله. اش غنقول لك دابا بعد ما التحقوا بينا ان شاء الله دي زيترونجير، كنتمنوا ان شاء الله تكون هذه هي البدايه ديالنا، حيت في الاول ما توفقناش ضيعنا مباراة اللي هي كانت في المتناول، كانوا كينقصونا شويه ديال لي زيترونجير، ودابا الحمد لله بما انهم التحقوا بينا كنتمنوا ان شاء الله تكون هذه هي البدايه. ان الروتور حنا لالي ضيعنا علينا، ربحنا في ماتش واحد، كنتمنوا ان شاء الله في الروتور تكون ريزلتا احسن. هو الاهداف ديالنا كيف ما قلتي في 2016 2017 وصلنا لجوج ديال لي دومي فينال، كنتمنوا ان شاء الله ما ننزلوش على هذيك المرتبه اللي وصلنا لها العام اللي فات، كنطمحوا اننا ان شاء الله هذا العام نكونوا فزنا بشي لقب. نادي الفلاحه هذا العام استقطب ثلاثه لاعبات اجنبيات، لاعبه تونسيه يا هلا، ولاعبه امريكيه ولاعبه المانيه. كان الهدف الاول هو الحفاظ على المانتيان ديالنا في ليكسيلونس. ابري من جمعنا واحد ليفيكتيف اللي هو مزيان، كان لازم على الاداره ديال الفلاحه ان تستقطب هاد جوج لاعبات، وتنطمحوا اننا نمشيو ان شاء الله بعيد في هاد البطوله ان شاء الله. الانتدابات ربما كانت متاخره، ولكن ماشي لان الجامعه ما بداتش البطوله، كان المفروض ان البطوله تبدا في نوفمبر، تعطلات لي ظروف القاهره بالنسبه للجامعه وانا بدينا حتى لجونفي، لذلك ان الاداره فكروا انهم حتى تبدا البطوله عاد استقطبوا هاد اللاعبات هذو. ما نظنش ان كاين تاخير في استقطاب، ان شاء الله البنات يلا لا دوزيام سيونس وديجا دخلوا في تاقلموا مع لو جو مع البنات اللي لاحظنا في لا دوزيام سيونس. يوسف الحمينا تعرف المدربين القلال اللي تيعطيو وقتهم اي نادي تشتغل معاه، لان تنشوفوا كيفاش تلقى ازدواجيه ما بين ليكول الفئات الصغرى الجينيور كذا، وهادي في نظرك كيفاش تلقى؟ اش نقول لك، شوف الاخ فؤاد ربما انت تعرفني اكثر من هذا، حنا اللي تيحب اللعبه وتيحب المدينه ديالو تيبغي يعطي اللعبه وتيبغي يعطي المدينه ديالو، وان شاء الله نمثلوا المدينه ديالنا احسن تمثيل ان شاء الله. هادشي هو اللي تيهمنا. سي يونس، نادي الفلاحه قادر يمول لكم ظروف ملائمه؟ لحد الان الحمد لله صراحه، عندنا جابوا لنا ليفيكتيف، الظروف الملائمه بالنسبه للبنات اللي كاينين في الكلوب ولا البنات اللي خارج الكلوب موفرين لهم الظروف، كيبقى اننا نشتغلوا ونقلبوا ان شاء الله النتيجه تكون مرضيه للجميع. سي يوسف الحمين، شي رساله للجمهور ديالكم؟ نوجه رساله ماشي على الجمهور ديالنا، الجمهور القنيطري والجمهور ديال الحلاله والجمهور ديال الغرب كامل، انهم يجيو يساندوا الفريق لانه تيمثل المدينه احسن تمثيل، وبالدعم ديالهم ان احنا بغينا نوصلوا للبوديوم وان شاء الله يكون اخر. والله يعني جيت عندي توا شهر ونص، ان شاء الله جيت في مهمه ان شاء الله نقدم الاضافه للنادي هذا، وديجا لعبت دو ماتش، ماتش خسرناه كونتر مراكش وماتش لعبناه لهنا في قنيطره ربحنا كونتر السويره، وان شاء الله نقدم افضل. الاجواء الحقيقه داخل النادي الفلاحي اجواء نقولوا احنا بالتونسي باهيه، عائله اون فامي، جي تروفي اون فامي اون ديري معناتها في بلادي تونس، ما لقيتش صعوبات كها. والله بالنسبة لي كل عام نلعب على تيتر، دونك جيت نادي الفلاحة القنيطري إن شاء الله علاش لا نلعبوا على البطولة والكاس.
دونك راهو نفرحوا الناس اللي في قنيطره واللي تشجع في لاسيكا. I'm Prishi Vatalo from Germany. I used to play second division in Germany in close to Frankfurt. And yeah, now we're in Morocco and I really like it here. I like the team so far. Good experience. And yeah, I'm looking forward to the season, to winning games with the girls and yeah. My name is Ariana Davis. I'm from the United States, Florida. This is my first team. I played at Hampton University in Virginia, and I'm looking forward to playing in Morocco. It's very family oriented, and it's a perfect fit for me here. We're looking forward to play for the championship here in Morocco, and I hope we're going to win a lot of games and do our best as a team. I found the club through a crossover agency with Alan Rokerbuck and Edlin, and it's a perfect fit here, and I'm looking forward to winning championship here.